بما اننا بنتكلم في الرياضة واصحاب قضية حق، ندعوكم ان تكونوا دائما مساندين للحق وان تكونوا مناصرين للحق. واللي بيدافع عن باطل يعي جميع يعي كليا وجزئيا ان هو ربما يكون مضحوك عليه بان تستغل مشاعره ويدغدغون عواطفه ويحاولون ان هم يستجدوه من خلال حبه لناديه لكي يجعلوه يناصر باطل. فدائما وابدا يا صديقي كن حذرا، واعرف الفرق ما بين حدود تشجيعك لناديك العظيم وحدود حبك لهذا النادي وما بين مناصرتك للباطل. يعني النهارده الاستاذ خالد جبر، يعني وهو من الكاتب الصحفي الكبير في الاخبار، كتب للاسف الشديد، والاستاذ خالد جبر يعني ربنا يديله الصحه والعافيه ويعني يجعل يومنا قبل يومه، لاني لابد ان اتحدث عنه بادب. استاذ خالد جبر النهارده كتب كلام لا يليق وهو في سبعينيات العمر، لا يليق ابدا، يعني مقبل على الاخره، ما بينه وبين اخرته خطوات، وربنا يديله العمر ويجعل يومنا قبل يومه، يعني لحسن حد لا نتمنى الشر ولا الموت لاي حد. كتب النهارده بيقول اختلفت كثيرا مع مرتضى منصور واتفقت كثيرا، ولكن لا اتصور ان اي زملكاوي يقف ضد مرتضى منصور لمناصرته على الاهلي، فانا لا اتصور ذلك، لذا انا اناصره. طيب يا استاذ خالد، حضرتك يعني وانت مربي للاجيال ومقبل على اخرتك، يعني عليك ان تقول كلمه الحق او تصمت. علشان كده التعليقات كانت قويه جدا، وده موضوع قلت ابدا بيه، وانا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، عشان تهجروا الباطل وما تعملوك زي الاستاذ خالد جبر الذي ضل طريقه في اخر ايامه. يعني ما هي علاقه الزمالك يا استاذ خالد بعماره فجره مخالفه لقوانين البناء؟ ما هي علاقه نادي الزمالك بقصر فاجر مبني على البحر مخالف لقوانين البناء؟ ما هي علاقه نادي الزمالك بسرقه الكهرباء في العماره الفجره والقصر الفاجر؟ ما هي علاقه نادي الزمالك بسرقه الميه؟ ما هي علاقة نادي الزمالك بتوصيل الغاز بالسر أو التدليس؟ ما هي علاقة نادي الزمالك بتوصيل الصرف الصحي حتى فضلاتهم بينزلوها حرام؟ ما هي علاقة نادي الزمالك بده؟ يعني ما هي علاقة الأهلي أصلا بده؟ يعني ما هي علاقة الأهلي أصلا بده؟ للأسف يعني يا جماعة ممكن أتقبل رعونة شاب أو اندفاع شاب، ولكن إني أنا أتقبل حد في هذا السن وصحفي كبير وصل إلى درجة نائب رئيس تحرير الأخبار أن يتكلم بهذه النغمة وأن يتكلم بهذا الأسلوب الذي يدعو إلى العنصرية والعنف والتعصب، وأن يعتبر أكل حق البلد هي مناصرة للأهلي وظلم الناس مناصرة للأهلي والتعدي على حرمات الناس مناصرة للأهلي؟ طب ما انت يا أستاذ خالد بلاش تنصر الحق، انتفض لكرامتك، انت ياما مسح بيك مرتضى منصور الأرض. هو انت بتنسى؟ على فكرة بالمناسبة يا جماعة، الأستاذ خالد جبر ده كان المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك لسنوات عندما كان الأستاذ ممدوح عباس رئيسا لنادي الزمالك. الأستاذ خالد جبر بسم الله ما شاء الله كان يقبض له مرتبين ثلاثة في الشهر. يعني الأستاذ خالد جبر كان من ألد أعداء مرتضى منصور، وياما سب مرتضى منصور ولعنه. يعني يا ترى يا أستاذ خالد هل قبضت ثمن ما قلته؟ حاشا وكلا، لا أتهمك زور، ولكن ليس لدي أي تفسير إنك أنت في هذا السن، ويمكن أنا عرفت إن حضرتك كمان مريض، فألف سلامة ليك، ولكن اسمح لي أن أنتقدك بأدب واحترام. يعني كيف تسمح لنفسك أن تفسر واحد سب مصر كلها وأن مصر ما فيهاش رجالة أنك بذلك تناصر الأهلي؟ يعني ما هي علاقة الأهلي بواحد قال مصر ما فيهاش رجالة؟ ما هي علاقة الأهلي بواحد سب أمك وأبوك واللي جابوك وما خلاك حد ما سبهوش؟ ما هي علاقة نادي الزمالك بواحد استغل نادي الزمالك للخصومات
والعداءات بينه وبين الناس. ما هي علاقة نادي الزمالك بحبس جماهير نادي الزمالك؟ ما هي علاقة نادي الزمالك بموت جماهير نادي الزمالك؟ ما هي علاقة نادي الزمالك بسب حلمي زمورة؟ ما هي علاقة نادي الزمالك بسب حمد أمام؟ ما هي علاقة نادي الزمالك وجماهيره بسب حسن شحاتة؟ ما هي علاقة نادي الزمالك وجماهيره العظيمة بهؤلاء المرتزقة الذين يتاجرون بالتعصب الأعمى ويسخرون قناة قالوا أنها للزمالك لشخص واحد يدافعون عنه؟ ما هي علاقة نادي الزمالك بالتضليل؟ ما هي علاقة نادي الزمالك بفيلم القرن الذي تلاعبوا فيه على الناس؟ ما هي علاقة نادي الزمالك بضياع حقوق نادي الزمالك؟ ما هي علاقة نادي الزمالك باستغلال اسم الزمالك لسب القاسي والداني؟ فسر للناس يا جماعة. الأستاذ خالد جبر ده اللي ما يعرفهوش نائب رئيس تحرير الأخبار وكان المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك مع الأستاذ ممدوح عباس، إنه يطلع ويتكلم بالشكل ده لازم نقف، لأن لا نلوم إذن على المشجعين البسطاء اللي احنا بنحاول نوعيهم ونقول لهم القضية مش قضية أهلي وزمالك. لما يخرج خالد جبر ويضلل الناس ويقول هي قضية أن تقف مع مرتضى فأنت زملكاوي يقف ضد الأهلي، ولا أتصور أن في زملكاوي لا يقف مع مرتضى ويناصر الأهلي على مرتضى. يا أخي عيب عليك. ما هي علاقة نادي الزمالك وجمهوره بسب حلم طولان؟ ما هي علاقة نادي الزمالك وجمهوره بسب أشرف قاسم؟ ما هي علاقة نادي الزمالك وجمهوره بهد استاد حلم زمورة؟ ما هي علاقة نادي الزمالك وجمهوره بتجريف والقضاء على تاريخ نادي الزمالك وأن يبدأ من حيث 2014 لما جه مرتضى منصور؟ ما هي علاقة نادي الزمالك بأنه مسح بكرامتك أنت الأرض؟ وأنا مش عايز أسألك التسجيلات. ما هي علاقة نادي الزمالك وجمهوره العظيم بأن النائب العام عايز يحقق مع واحد بيقول له سبيت وقذفت وشتمت شعب مصر؟ إيه علاقة نادي الزمالك بده؟ إيه علاقة نادي الزمالك بده؟ يعني عايز أفهم إيه علاقة نادي الزمالك بده؟ يعني إيه علاقة نادي الزمالك بده؟ خلي بالك، أصل إيه يعني يبدو أني مش عايز أقول المصالح بتتصالح، ولكن يبدو أن في بعض الناس في أواخر العمر يعني ما بيعرفوش بيقولوا إيه، يعني ما بيعرفوش بيقولوا إيه. دي حاجة. الحاجة التانية، إحنا لما بنتكلم لمناصرة نادي الزمالك لم نتجاوز في حق نادي الزمالك. طب ما ناديك مخطوف، هل حضرتك مش عارف أن ناديك مخطوف؟ تقضى على موارد النادي 100 سنة لقدام، هل انت حضرتك مش عارف ده؟ مش عارف ايه اللي موجود من ضياع للمال العام واستغلال لموارد الزمالك لامور شخصية؟ مش عارف اللي بيحصل في النادي؟ يعني من يحب النادي يحاول ان يأخذه من يد هذا الرجل الذي دمر النادي، لكن انك انت تطلع وتضلل الناس بالشكل ده وتقول انها قضية اهلي وزمالك، للأسف الشديد يعني انت للأسف الشديد يعني لا اتصور انك انت، يعني انت بتصلي ازاي يا استاذ خالد؟ يعني بتروح تتوضى وتصلي ازاي؟ يعني لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كان مهم بس ان انا ارد على الاستاذ خالد جبر نائب رئيس تحرير الأخبار والمتحدث الرسمي السابق لنادي الزمالك في عصر الأستاذ ممدوح عباس، للأسف الشديد. طبعا ما حدش يعرفك يا أستاذ خالد، فدلوقتي كل الناس عرفتك لما أنا اتكلمت عليك. عادي يعني، يعني لما أنت تعمل كده لا نلوم على الأفاقين ولا السفلة ولا الذين يعني الله ولا أقول إيه، بس يعني مش عايز والله مش عارف أقول إيه، مش عارف أقول إيه. جبتوا الكافية للزمالك ودمرتوا الزمالك وما عارفينش حتى تدافعوا عن ناديكم، أصبحتوا تطبلون للباطل
وسايبين النادي أسير. والله العظيم يا سلطان الهزلي، النادي أسير، ينادي اللي كلوا من خيره ولحم كتافهم من خير النادي سابوه، يعني ما فيش حد عنده نخوة ولا رجولة يدافع عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.